البخاري ومسلم في معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال بعد الوضوء وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كلمتين بعد الوضوء، تحافظ على الوضوء وتحسنه وتواظب بعد كل وضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في بعض الروايات زيادة، اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، اجعلني من عبادك، والأكمل إذا استكملت القبلة ورفعت يديك وقلت أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، اجعلني من عبادك الصالحين، وتواظب على ذلك تفتح أبواب الجنة الثمانية. فما أعجب الخير لهذه الأمة، الخير كبير لهذه الأمة، هذا في الوضوء.